السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا الفيديو راح نتعرف كيف نوجد الترانسميشن لاين باراميترز لأي كونفيجريشن اوف ذا اوفر هيد ترانسميشن لاين. مثل ما تعرفنا سابقا انه الكونفيجريشن للترانسميشن لاين ممكن تكون عندنا سنجل سيركت، دبل سيركت، او انه يكون الكوندكترز بندل كوندكترز مثل دبل بندل، تريبل بندل، او كوادربل بندل. في عندنا في هذا الاكزامبل 3 فيز 60 هرتز اوفر هيد ترانسميشن لاين له هاي الكونفيجريشن، مثل ما ملاحظين انه عندنا سنجل سيركت ودبل بندل، عندنا هاي الفاز انقسم ل 2 كوندكترز فهو عباره عن دبل بندل. النوع او بتكون هذا الاوفر هيد ترانسميشن لاين من روك كوندكترز، هسه راح نحكي عنها اكثر في الكود. هذا الكوندكتر سبيسنج بتوين الكوندكترز، لانه عندنا بندل فالسبيسنج عندنا 45.72 سنتيمتر. راح نستخدم الماتلاب عشان نوجد الباراميترز اوف ذا ترانسميشن لاين مثل الار والال والسي. فراح ننتقل الان للماتلاب. فاول شيء مثل ما تعرفتوا سابقا كيف استخدمت البار سايكل فانكشن، كيف استخدمته للترانس فانكشن عشان توجد الباراميترز للترانسفورمر. في عنا هون كمان في عنا برنامج او فانكشن مبني في الماتلاب احنا راح نستدعيه اللي هو الترانس سوري الاي سي اس ار. فهاي في الاي سي اس ار في عنا هون عرض لجدول، في هذا الجدول عنا الاي سي اس ار كوندكترز كود نيم والاريا اللي خاص فين. في عنا هاي راح نكتب الروك اللي هو المستخدم عنا. هاي عنا اعطانا الاريا، طبعا مثل ما بنعرف انه هو اي سي اس ار، الاي سي اس ار راح يتكون من الالومنيوم والستيل. عندنا هاي 45.7، الدياميتر في السنتيمتر 2.4816، الجيومتريك من راديوس كمان 1.0028، والريزيستنس اذا بدنا الريزيستنس طبعا اوم بير كيلومتر في 60 هرتز 25 سلسياس او 50 سلسياس. مثلا بنعرف تاثر الريزيستنس في درجه الحراره، وكم بتحمل هذا الكوندكتر اللي هو الامبير الامبيسيتي 770 امبير. طبعا هذه الاشياء اخذناها سابقا في الباور واحد، كان في جدول نطول منه اللي هو الدياميتر والجيومتريك من راديوس اللي كانوا يلزمونا عشان نوجد الاندكتانس والكباسيتانس. ففي كمان في هذا الكود احنا بلزمنا نسجل قيمه الدياميتر والجيومتريك من راديوس عشان راح نستخدمها لإيجاد الباراميترز للترانسميشن لاين. أول باراميتر هو الريزيستنس، فهي أوجدنا الريزيستنس إذا طلبه في حالة 25 سلسياس أو 50 سلسياس. بعد هيك راح في عندنا كمان فانكشن هاي استدعينا هذا الفانكشن. طبعا عندنا number of three phase circuit، مثل ما حكينا سابقا انه عندنا single circuit line فرح نختار واحد، اذا كان عندنا double circuit والconfiguration اللي له vertical رح نختار اثنين، اذا كان horizontal رح نختار ثلاث. فانت حسب شو بتشوف الconfiguration رح تحدد ايش رح تدخل. طبعا هاي اعطانا الconfigurations الممكنة في single circuit. بده ايانا نختار اللي هو السبيسنج يونت اللي راح ندخل فيها. مثل ما ملاحظين انه في السؤال انه هي 35 فيت، فراح نختار الفيت. بدنا ندخل كمان اللي هي المسافات بين الكوندكترز، عندنا 35 35 و70. بالنسبه للكوندكتر سايز والبندل سبيسنج لاحظ انه جميعها في السنتيمتر، فراح نختار السنتيمتر. كوندكتر دايميتر هاي اللي استخدمت الاي سي اس ار عشان اطلعها، طبعا قيمتها 2.4816 سنتيمتر، والجيومتريك مين راديوس 1.0028. عدد البندل انه عندنا اثنين مثل ما واضح في الكونفيجوريشن. البندل سبيسنج موجود عندنا في السؤال اللي هي 45.72. هاي اعطانا جيومتريك مين ديستانس والجيومتريك من راديوس ال والجيومتريك من راديوس ال سي. طبعا بانه في عندي هاي القيم ممكن اوجد اللي هي ال والسي عن طريق القانون ال يساوي 2 بالعشرة لين جي ام دي على جي ام ار ال ملي هنري بير كيلومتر، او السي 2 باي ابسيلون نود لين جيومتريك من ديستانس على جيومتريك من راديوس ال سي اللي تعطيني هاي الوحده فرد للمتر. في إمكانية إنه بدل ما نصير نحل إنه يطلع لي الجي أم آر ال وجي أم آر سي، إنه
بدون انه ما اوجد جي ام ار ال وجي ام ار سي، اني اوجد ال وسي على طول. في عندنا كمان كود اختار ال سي راح يساوي جي ام دي تو ال سي. كمان مره راح ندخل جميع القيم اللي حطيناها سابقا. عندنا الديستانس 35، السايز بالسنتيمتر، فهي اعطانا قيمة ال L وال C مباشرة طبعا بالملي هنري بير كيلومتر. اذا بده اياها مثلا بالمتر بتقدر تحولها لحالة. فهي عنا لجميع الفانكشنز اللي استخدمناها موجودة في هذا السلايد. فاوجدنا الريزيستانس واوجدنا الاندكتانس واوجدنا الكاباسيتانس. بدك توجد الاكس الاندكتيف رياكتانس اللي هو 2 باي اف في ال، او الكاباسيتيف رياكتانس اللي هي 1 على 2 باي اف في سي، وعندنا هي الاف 60 هرتز. اذا بدنا مثلا السسبتانس ممكن اللي هي 1 على اكس سي، وقيم اخرى اللي تعرفنا عليهم في الترانسميشن لاين. وعشان نتأكد من إجابتنا، هاي طبعا موجود هو إكزامبل 4-3، هاي عنا نفس المطلوب عنا أو نفس الكونفيجريشن الموجود عنا. هاي قيمة الـ GMD 44 فت، والـ GMRL والـ GMRC، وهي قيمة L وقيمة C اللي طلعها في هذا السؤال الحل النظري. طبعا احنا عن طريق برنامج الماتلاب أوجدنا هاي القيم.